ايه ده؟ بتزعل من نقد؟ بتزعل من نقد؟ ما بزعل بقى، ما زعلش لو كان نقد بناء. طيب لما يجي ناقد والعيب بيكتب النقد ده، انت عارف يعني ايه عشان يكتب على المسرحيه مثلا او فيلم؟ يبقى معاه شهاده عليا في الموسيقى، وشهاده عليا في الاداء، وشهاده عليا في التاليف، وشهاده عليا في الديكور. امال هتتكلم بناء على ايه؟ ايه خبرتك انت؟ انت قلت انت عايز نقاد مش حقاد. ما انا قلت لك الناقد ايه مقوماته؟ يفهم دول ازاي؟ يتكلم عن الموسيقى في الفيلم ازاي؟ ازاي؟ يفهم ايه في المزيكا؟ يتكلم على الديكور ازاي؟ على الاداء ازاي؟ هو بس الموضوع اصل موضوع اصله مش والحلقه الرماديه لم تكتمل وان يا خليش بس تزعل معانا. طب ايه رايك بقى في الخروج عن النص؟ انا قلت لحضرتك او اقول لك، قول لي بقى، ان الخروج عن النص يفرق عن الخروج عن الادب العام. حلو. لو انا بقول حاجه الجمهور يتضايق منها يبقى انا بخرج عن الادب العام. انما طالما ضحك الجمهور اوعى تفتكر ان الجمهور قليل الادب. جمهور متربي كويس جدا وبيضحك لانه عارف ان ده سوء فهم مثلا، فانت بتركب عليه. وبعدين النجوميه بتيجي منين؟ ما انا لو قلت النص زي ما هو انا ما بعملش نص لشكسبير. لازم ابدع فيه واقول فيه في الحدود اللي الناس مبسوطه منه. لو انا قلت حاجه مش مظبوطه هتلاقي تسمعها كمان الادب دي بقى، وتلاقي ناس انصرفت مشيت خلاص. طب يعني انا عايز اسال سؤال، المخرج ما بيتضايقش مثلا؟ لا، مع النجم ما بيتضايقش. مع النجم. والمؤلف بقى؟ والمؤلف ما بيتضايقش، المؤلف نفسه. طب والممثل اللي قصادك؟ لا، وما يتضايقش برضه. ليه؟ لانك نجم. ما هيتضايق من ممثل نص نص اقل منه. طب ايه يعني لما يقول لا ما هم نص بقى يقول لك ده هيعلى عليا ومش عارف ايه والكلام، وهو ما عندوش القدره. فيقول لك مش عاوز حد يعني ايه الناس تقول لك والله الواد ده حلو وسيبوه هو. طب اسمح لي اسالك سؤال. نعم. لو الممثل اللي قصادك مش نجم وخرج عن النص تتضايق؟ اذا كنت انا بقول لك بديهم افيهات يقولوها اتضايق ازاي؟ اذا كان بقول له خرج من نفسه من غير كذا. طب من غير ما انت تقول له راح خارج. انا بحب اللي يستفزني. يستفزك يعني الممثل يقول خلاص. انا بتجيلي ملكه في الوقت ده. اروح قايل. وممكن يقول كلمه اروح قايل بلوك خليه يندم على اليوم اللي قاله. لا خلاص. انما ما بتضايقش. اتضايق ليه؟ ابقى ضعيف. لا، واكيد ليه شروط. يعني يا شفيق يا راجل، دي ما خروج عن النص. اهو ده السؤال اللي نفسي اساله. ما خروج عن النص، هل ده كان موجود؟ ازاي انت لو قريتيه في نص تقول ده نص ارميه ارمي ارمي. ما قاله شفيق اللي كان لما يستعجل يمد. شفيق مش عارف اللي كان لما يبقى ماشي في الشارع والناس حواليه، كلام ما يجيبش نتيجه. مش هقدر اكتب كمان في النص الزومه بتاعت يا راجل هكتبها ازاي دي؟ لا. طيب فانا بقول لك ساعات بقول لك ايه، عشان كده بقول لك لما بدي النص لحد ارجو انه ما يحكمش عليه من القرايه. هو شوف الفكره بس، انما هيتعمل ازاي هو ده المطلوب. يعني ممكن ابعت لك نص وبعدين يقول لك والله يعني بسيط النص بشيء، انما انا اقدر اعمل فيه شغل هتقول ياه. ومش هقدر اكتب لك كل افهات. أيوه. لان لو كتبت شفيق راجل دي وديتها الرقابه هقول لك ده نص مهلهل. وايه اللي بيمد؟ ايه اللي ميكون عطشان بيشرب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انما كون ان انا اقولها وحسن عابدين يتضايق جدا لانها ماشي عماره. وبيقول لي يا ابني بعماره ايه؟ بقول له بعماره يا راجل. الراجل واحملهم ان هو الغلطان مش انا. فالناس بتضحك طبعا. ده لا يمكن يبان في النص. انما انا كممثل اعرف انا هقول ايه. طب امتى طلعت الجمله بتاعت شفيق يا راجل دي؟ طلعت ازاي وامتى؟ ما انا بقول لك انا اللي عملتها. يعني بديت الروايه عادي. ما كانش بدأنا الروايه عادي. انما من يعني هو كان له لازمه، بيقول بيبقلل لما حد ينط من الشباك. من الناس. فيبص حسب بيقول بيبقلل. الناس تضحك. فانا قلت لا، انا لازم اقول حاجه لرقر عشان ما تطلعش لازمه الروايه بيبقلل. فجت لي شفيق يا راجل دي ما بيقول لي يا ابني انا ما اعرفش ابوك. قلت له ما تعرفش ابويا يا راجل؟ وانا فعلا ابويا ما يعرفوش وانا بتحجج. بقول له اي حاجه. ايوه. فاقول له يا راجل ما تعرفش ابويا. يا راجل
يقول لي اوه ايه وانت قلت لي حاجه يا ابني. اقول له يا راجل شفيق يا راجل يا ابني الدنيا امارة انا مش فاكره. قال له شفيق يا راجل اللي كان لما كان بيمشي في الشارع يا راجل. فهو طبعا ضحك لانه مش عماره. فيقول لي يا ابني ما كل الناس تمشي في الشارع. فلان بيمشي في الشارع وفلان بيمشي في الشارع. اقول له يا راجل تفتكر كل دول وتنسى اللي كان في النص. وتضحك ازاي على اساس امارات ليست امارات. انما لو انكذبت في النص ولا الهيره هيرميه. يقول لك لا تقول لي دمه وبتاع. انما الاداء اللي عمل كده وهو ده خروج عن النص. وهو اللي عمل الروايه. كلمة دي اللي عملت الروايه. بس برضه حنكه يوسف عشان ما يزعلش. يوسف بيعرف يكتب كويس. بيعرف يحط الحاجه ويديك السكك اللي تقول منها.